محافظة صلاح الدين وبما تحتويه من مراقد مقدسة استعدت لاستقبال شهر محرم هذا العام بتنسيق عمل مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية والأمانات الخاصة للمراقد المقدسة فيها. المراقد المقدسة في صلاح الدين استعدت وبالاتفاق مع الحكومة المحلية ومع القوات الأمنية ومع منظمة الصحة في صلاح الدين على توفير كل ما يحتاجه الزائر في هذه الأيام، أيام عاشور، أيام محرم الحرام، لأنه في هذه الأيام هناك الأعداد كبيرة من الزائرين توفد إلى المراقد المقدسة في المحافظة. هناك اليوم جهد كبير نقدمه سنويا كمحافظة صلاح الدين من خلال التنسيق مع القطاعات الأمنية في كل الوحدات الإدارية التي تشهد إحياء لهذه الشعائر الحسينية. نعتقد أنه سنويا نقدم نموذج جيد للتعاون بين القوات الأمنية والمواطن وإنجاح هذه الشعائر. نتمنى بالأيام القادمة أن نباشر بالخطة الأمنية الجديدة وخططنا الخدمية من أجل إنجاح الشعائر لهذه السنة. هيئة إحياء الشعائر وكفلاء المواكب أكدوا على الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء كمامات وكفوف وتباعد اجتماعي، داعين بدورهم التجار إلى عدم رفع أسعار المواد الغذائية مستغلين كثرة الطلب عليها. البرنامج مالنا كان لبس الكفوف، لبس الكمامات، التباعد الاجتماعي، مظهر اللائق الجيد إن شاء الله. تم اليوم اتفاق مع اللجان الأمنية التباعد الاجتماعي والالتزام بالكفوف والكمامات، ونرجو من التجار أن يلتزموا في هذا الشهر محرم الحرام وأن لا يرفعوا الأسعار للمواد الغذائية. وهكذا فإن الاستعداد الأمنية والخدمية والوقائية لاستقبال شهر محرم الحرام والوافدين إلى المراقد المقدسة في صلاح الدين جاءوا بما يتناسب وقدسيته ومكانته. من صلاح الدين فراس الحسن، التغيير.